فاشن ديزاينر. احنا براند بنصمم العبايات سواري. غالبا عندنا هنا في اسكندريه ما بيهتموش قوي بالهاند ميد، يعني انا مستهدفه فئه معينه في البراند بتاعي، ان في بنات كتير قوي بتحب تلبس حاجات واضحه، لكن هي ما بتصادفش حاجه تبقى كويسه وتبقى شغل ماتيريال عالي بتبقى هاند ميد. عشان كده انا بدور عليهم وبحاول ان انا اعمل لهم ديزاين يعني يناسب جسمهم. بالنسبه لبنت رفيعة او بنت تخينه، اهم حاجه ان هي لو عندها ايد في جسمها ما يبانش من العبايه، وفي نفس الوقت حاجه محترمه وحلوه وحاجه ماتيريال عاليه وحاجه كلها هاند ميد يدوي. فاحنا بالنسبه ده للعبايات. بالنسبه للسواري، احنا بنشتغل سواري وبنشتغل فستان افراح زفاف. احنا كبراند تيما بنرجح جدا فكره ان انت كعروسه نفسك تتخيلي نفسك في فستان معين، احنا بننفذ لك فكرتك، بننفذ لك التخيل بتاعك معاكي لغايه اخر ثانيه كعروسه او كسواري او كخطوبه او كاي حاجه. السلام عليكم. بفرح انا قوي من قلبي لما بلاقي شباب سواء كانوا بنات او ولاد ناجحين في شغلهم وعاملين يعني زي ما بيقولوا ايه بروباجندا كبيره جدا جدا، وناس كتير بتكلم عليهم، وخاصة بقى لما يبقوا ايه بنات امارات زي شربات كده، عندهم براند والبراند ده محقق مستوى عالي جدا، الناس كلها بتتكلم عليه، وبنحسد احنا اخواتنا في اسكندرية على وجودهم هناك لان هما من اسكندرية. فهنتعرف ونتشرف بالامارات بنات البلد الجدعان اللي معايا دلوقتي، الجميلة خلود بهاء الدين مصممة أزياء وصاحبة براند تيما. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حضرتك. إيه القمر ده؟ ميرسي. أولا أنا أصريت إن خلود، قلت لها بصي البسي لي، كنت شفت طقم عظيم لابساه بنوتة حلوة قوي كده في مناسبة من المناسبات، فقلت لها قلت لها منين ده؟ فهي اللي عرفتني بخلود، فقلت لها من فضلك لازم تيجي لابساه. فميرسي جدا جدا. ميرسي حبيبتي. وزي القمر، اسم الله عليك. ربنا يخليكي. بتشرفني كمان الاستاذه نهى الشريف صاحبه بيوتي سنتر لابيل دام. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. قمرات زي شربات. الله يعزك. وبفرح قوي قوي بالناجحين في كل المجالات، بالذات بقى متحيزه انا للبنات والستات الحلوين. ميرسي. ميرسي جدا. خلود عرفيني على نفسك وقولي لي فكرة انك تعملي براند وانت اسم الله عليك صغيرة والبراند ينجح كده ويعمل رد فعل عظيم كده ودماغك تبقى ما شاء الله، يعني زي اللي انت شايف اللي انا الازياء اللي شفناها من شوية شيك فيها وقار والحقيقة مناسبة لكل سن، فكلميني الفكرة جات لك ازاي؟ بس انا بصراحة بحب المجال ده جدا، كانت فكرة صغيرة وجمعت تيم وبعديها انا عرضتها بصراحه على جوزي. ف استني ايه ده؟ انت متجوزه؟ صغنون خالص. بسم الله عليكي، ربنا يحفظك. فعرضتها ليه، فهو بصراحه حمسني جامد ومن غيره انا ما كنتش اقدر صراحه اعمل الكلام ده كله. اسمه ايه؟ اسمه فوزي. فوزي. طب فوزي لو سمحت انا بسقف لك وتحيه كبيره ليك ولكل راجل محترم في ظهر مراته وبيدعمها وبيشجعها، فشكرا شكرا ليك. بصراحه هو شجعني وهو وقفني على رجلي، فالتيم طبعا بتاعي، وكانت فكره صغيره وبدانا نكبرها، درسنا السوق كويس جدا، عرفنا ايه اللي ناقص وحبينا نكمله، حبينا نعمل حاجه مختلفه ما تكونش عند حد، وهي بدات فكره كده والحمد لله يعني وصلت. بقى لك فتره قد ايه شغاله؟ بصراحه 6 شهور. اللهم صل على النبي. والسمعه اللي انت عملتيها دي كلها بس الله اكبر. الله اكبر. بالسرعه دي الحمد لله. ده انت ما شاء الله شغف. انا لما يعني انا يعني لما اتصلت لا ده انا سامعه كلام كبير جدا جدا من اهل اسكندريه، قلت انت بقى ورثه الموضوع عن ماما مثلا او كده. لا لا خالص. ما شاء الله يا انا بنتي. اصلا دراستي مختلفه تماما، يعني في 6 شهور وتعملي السمعه دي وتعملي رد الفعل ده وتعرضي الحاجات بالشياكه دي، تعظيم سلام. ميرسي. طب الجميله بقى نهى، عايز اعرف تعرفي ازاي على خلود؟ احنا اصحاب من سنين كتير شوية، واتعرفنا ببعض من خلال برضو في الشغل، كانت زبونة عندي في السنتر، وبعد كده جت فقالت لي نهى انا بعمل كذا كذا، يعني هعمل
براند ملابس وعبايات وسواريهات وفساتين افراح. فاقترحت عليها قلت لها بصي لازم تنزلي بفكره جديده، لازم تحطي فكره جديده. الهاند ميد مش كتير قوي، يعني قليل جدا ان حد بيعمل هاند ميد. كمان فكره العبايات وانتم في كارديجان اللي هم نازل بنات بتلبسوا على الجينز وكده، بيبقى في حاجات تحسي انها منتشره قوي 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 في السوق والكل بيباعها، لكن في حاجات بتبقى لا ليها شخصيه كده. هو العبايه والدشداشه. يعني انا كمان عشان كنت بره كتير وعايشه في وسط الخليج هناك، فالفكره عجبتني فقلت لها انت اعملي نفس الفكره. والبنات كتير بتحب الحاجات اللي هي المختلفه الهبه، هم بيحبوا الهبه الحاجات الجديده. والكبار كمان يعني. فكره انك تعملي كمان تعتمدي على موضوع الهاند ميد ده مش كتير ومكلف شويه وبياخد وقت. انت ما خفتيش من فكره انه ان التكلفه ممكن تبقى شويه زياده؟ او بصي انا هقول لك، مع ان اسعارك يعني الناس بيقولوا لي، اما قالوا لي الاسعار يا جماعه انتوا متاكدين؟ يعني اسعارك حلوه جدا. ميرسي ميرسي. بصراحه انا لما قررت ان انا اشتغل في الهاند ميد فكانت هي مامتي اكتر واحده شجعتني، وكل الشغل اللي اتعرض ماما كده تعدي. لا انا هقول لك، ماما ايه ست مخلود يا ست مخلود. الله يسعد قلبك ويكرمك في بنتك. وهو الطبيعي يعني لما نقول يعني شكرا للزوج مش هنقول شكرا للماما، لان الام عايزه بنتها تبقى احسن حد في الدنيا. فربنا يبارك فيكي ويبارك في كل الامهات اللي برضو بيقفوا في ظهر بناتهم. امين يا رب. فكل الشغل اللي ظهر ده هو شغلها بصراحه يا روحي. حتى التصميم الرسمه هي اللي بتختارها وهي بتختار الوانها وبتشتغلها بصراحه. ايه العقبات اللي ممكن تكون قابلتك في مشوارك وتجاوزتيها؟ العقبات التيم، ان احنا نبقى معانا ناس كويسه ويبقى معانا تيم كويس. واحنا بصراحه كلنا بنات كمان. عاش البنات الجدعان. كلنا بنات، فان احنا يبقى كمان عمرنا كلنا قريب من بعض عشان تبقى دماغنا واحده، نعرف نطلع ديزاين كويس وننفذ حاجه جديده وحاجه مختلفه. دي كانت بالنسبه لنا صعبه جدا. وان احنا نختاري انت بنفسك التيم. لازم. طبعا اكيد بتاخدي وقت طويل عشان تنتقي العناصر اللي تطلع لك النتائج العبقريه بالظبط. ان احنا كمان يبقى كلنا دماغنا قريبه من بعض، نعرف نطلع حاجه كويسه. لان لو في دماغ مختلف عن الثانيه بيبقى عارفه انت الشغل مش بيطلع تمام. برافو عليكي. طيب انت تخصصك فساتين افراح سواريهات عبايات، في ناس يقول لك طب ما الدماغ الحلوه دي والافكار الجديده في الهاند ميد، طب اخبار الكاجوال ايه؟ ما هو دي مفاجأة بقى. احنا معانا برضو صور اهي من التعليم واحنا بنتكلم، فاخبار الكاجوال ايه؟ ما دي مفاجأة لان احنا بنحضر الكوليكشن الكاجوال وان شاء الله هينزل معانا اول 11 باذن الله. هلا شفتي؟ باذن الله. ايوه الف مبروك. الله يبارك فيك. طيب هل انت برضو الكاجوال بتعتمدي فيه على انك تلبسي اللي في سنك او اكبر شويه، ولا اللي في سننا برضو زي ماما كده هتلاقي حاجه حلوه؟ انا لازم اشتغل على كل حاجه ولازم اشتغل على كل الاعمار، ما ينفعش اشتغل. انا حتى البيبيهات الاطفال من عمر سنه وطالع يعني عامله لهم؟ طبعا عامله طبعا. ايه صاحبتك الجميله دي؟ ما هو في افكار جديده جاهزه بتنزل مفاجاه كتير. حلوه ما عشان ما تتحرقش او تتغش. يعني دي هتنزل، احنا قلنا اول 11 ان شاء الله. اول 11 اول ديزاين هينزل باذن الله. ارتباطك بصداقه خلود يا نهى؟ دماغها. انت عرفتي السؤال قبل ما اسال. دماغها. عجبتني دماغها، عجباني دماغها جدا وافكارها كتير حلوه، لان انت كمان فنانه وهي ديزاينر شاطر. انت برضو فكره الالوان لعبتك برضو. احنا شغلنا بيكمل بعض. يعني احنا شغلنا بيكمل بعض، يعني احنا ان شاء الله كمان وبيبقى في شراكه قريب باذن الله في شغل تاني. بس هو اصلا في الاساس دماغها حلوة جدا. وبعدين بتشتغل وبتنفذ، يعني هي تفكر وتنفذ. تفاجئني انه انا عملت كذا كذا. دي خطوه حلوه برضو. واحب ااكد عليها. فكره جرأة ان انا اخد القرار. يعني انت ما شاء الله عليكي شكلك كمان، انت مش بس فنانه، انت عندك قدره على الاداره. من انك تختاري تيم يتوائم مع دماغك، دي عايزه اداره قويه. فكره انك تاخدي القرار وبسرعه. هل ده مرتبط بتحمسك كشابه للي انت بتعمليه، ولا انت اللي هو ايه مخاطره يلا بس مخاطره انا حاسباها؟
هي تاني واحدة، هي مخاطرة وانا حاسباها. يعني من الاخر احنا لو ما خدناش الخطوة عمرنا ما هنثبت نفسنا، عمرنا ما هنطلع بحاجة جديدة. انا لو في دماغي جه ديزاين وانا قاعدة انا بقوم انفذه، مش بستنى اخد رأي حد. بتقرري وفيلا يا هيطلع حلو يا هيطلع وحش ونعدله هيبقى احلى. يعني انت ممكن بعد ما يبقى في دماغك حاجة وتصمميها لا انا عايز لا يعني، وهو في الخيال كان فعايزين نضيف حاجة او نقلل حاجة، لو ما ضفناش عمره ما هيطلع حلو. وكل اضافة كل غلطة ترجعي تصلحيها بتطلحه لك احسن. طب استني بقى، همثل كده كأن انا من ممثلة. انا بنوتة فرحي قرب. اوكي. وافكارك عجباني جدا جدا، بس انا جاية برضو في فكرة في خيالي، وعادة العرايس ما بتبقاش عارفة تعبر قوي. فجيت لك انا وقلت لك بصي انا نفسي، هل ممكن تساعديها العروسة ابنها توصل للنتيجة اللي هي في دماغها اللي انت اساسا ما دخلتيش جوه دماغها؟ لا دي لعبتي انا بقى، انا ديزاينر. اول حاجة بقعد معاكي وبنشوف انت محتاجة سك، محتاجة كلوش، ايه اللي يريق على جسمك. تمام. دي برضو ناخد شيب الجسم ونتأكد ان الجسم ده يريق عليه ده او ده، وساعتها بقى يسك حاجات سك او حاجات كلوش عشان انتوا الاثنين تشوفوا بالزبط. قبل ما تنفذوا اقفي قدام المرايه وتفرجي على نفسك، انت عايزه تشوفي شكلك كده ولا عايزه تشوفي شكلك كده. لما بتختار ان الديزاين بتاعنا سك او كلوش بنقعد نختار مع بعض الالوان، بنقعد نختار مع بغض النظر ان هي سواري او زفاف، بنقعد نختار مع بعض الالوان، بنقعد نختار مع بعض التطريزه، وبعد كده بننزل على الورق. الديزاينر بتاعه ترسم كل دوت وبنطلع لها. هي اول مره بتيجي متفق مع بعض على الشكل اللي احنا عايزينه، تاني مره بتيجي تلاقي فستانها مرسوم. ها اقتنعتي؟ وما اقتنعتش بنرجع نرسم لها تاني ونشوف هي محتاجه ايه ونغيره. من الكلام برضو الطيب اللي اتقال عليكي ان بالك طويل قوي 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 مع اي ست او بنت جايه عندك عايزه تعمل فستان. لا والوقت تخلص بسرعه جدا، ممكن 3 ايام. انا 3 ايام بسلي هاند ميد. 3 ايام مش عايزين نحسب زفاف او سواري. لا مش عايزين نحسب. الله اكبر. 3 ايام الحمد لله. طب بلاش نقول 3 ايام مع الهوا، الناس مع نقول اسبوع. لا لا 3 ايام. 3 ايام قدها. والناس اللي تعرفني هم هيقولوا في حقي الكلام ده. يعني اجيلك النهارده استلم اللي انا عايزاه بعد 3 ايام؟ ولو لو الدنيا هاديه والدنيا تمام بسلمك قبل كده، يوم بروفه ويوم استلمي. الحمد لله. بسم الله عليكي. ما هو ده ان انت تعرفي ازاي تنقي التيم صح. يا حبيبتي. انت لا وكمان عندها استعداد القماش عندها كمان. انت القماش منها. يعني انا اقول لك خيالي وتعرضي عليا كمان اشكال والوان. بالظبط. يعني انا مش هنزل الف واجي وفاصل واعمل. اتمني وحققي. تعالي نقي اللي انت عايزاه. طب انا عايزه اقول حاجه كمان من الحاجات الحلوه للناس، انا برضو بسال ادعبس كده، قالوا لي الست دي اسعارها افضل اسعار في اسكندريه كلها، فهل ده بتعمليه كبدايه بس كده وبعدين ما هو لو احنا عملنا كده فاحنا مش ناجحين. احنا طالما عملنا بدايه فدي دي سمعتنا اللي هنطلع بيها، فلازم نفضل على كده. انت بتقولي كمان انا براعي قوي قوي كل البنات وكل العرايس لان انا عارفه ظروفهم ايه. وعلى قد ما اقدر بحاول كمان اعملهم افضل حاجه في الدنيا باقل تكاليف. مظبوط. يعني ده اللي اتقال عليكي بصراحه. انا بحب ان الحاجه تطلع. انا بصي عايزه اقول لك على حاجه، انا ساعات بيجي لي كلاينت يقف تلبس الفستان مش مقتنعه، تاني يوم تيجي تستلم اللي هي عايزاه تاني، ده خلاص اعتبريه ما لبستوش اساسا. يا شيخه ايه بقى؟ والله العظيم يا شيخه انت كده بتعملي ايه؟ والله العظيم بجد انا فعلا بيجي لي كلاينت تلبس تقولي اللون حسيته ان الدرجه مش هي، الاقيها عارفه انت احساس اكتئابها ده شويه، ليه يا قمر؟ ليه يا حبيبتي؟ طب انا 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 مكسوفه اقول لك، انا عاده ببتز الضيوف بتوعي. اوكي. فمكسوفه اقول لك اعملي عرض، يعني ان خصم مثلا 3%. لا 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 5%. لا لا قيمة حضرتك اكبر من كده بكتير بجد. الله يسعدك يا بنتي. احنا هنعمل مش 3% 5%. احنا هنعمل 30% بجد. الله يبارك لك حبيبتي. طيب الارقام اهي قدامنا سجلوها، اي حد هيروح من النهارده لمده اسبوع. لا لا مده شهر. لمده شهر؟ يا جماعه ايه الكرم ده؟ والمفاجاه ان الكوليكشن الشتوي كمان هينزل وهيبقى عليه نفس الخصومات 30% على الشتوي اللي لسه اول الموسم. ولسه ديزاينات جديده ما شفوهاش في مكان ده عاده، كله تصميمنا عاده بيبقى الخصومات دي في اخر المواسم. انت من اول الموسم عامله عشان بنت البلد ان شاء الله خصم 30%. والارقام اهي نصور بسرعه، يا بختكم يا اهل اسكندريه. لا ده هي كمان انا ده هي كمان هي كمان عندها، يعني لما جت اتفقت معايا قالت لي نهى انا عايزه الميك اب وكده اديه هديه، يعني يجوا عندي انا
احاسبك. لا ده احنا يعني هتحاسبني. ده في ده كمان ده كمان يعني خلود عامله كمان بتبتز نوها بقى. صداقه. ربنا يسعدكم ويخليكم. نصور بسرعه بسرعه الارقام. يعني اسكندريه بختكم، خصم على الفساتين 30%، على الكوليكشن الجديد 30%، على الميك اب خروج بقى تتصرف معانا. انا بشكركم من قلبي وما لحقتش والله، نفسي اقعد معاكم للصبح بس للاسف ده زمن فقره. بشكركم جدا، احنا اتشرفنا بيكي جدا. ربنا يكرمك يا خلود، وتحيه لزوجك المحترم ولوالدك ووالدتك، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. وتحيه ليكي يا نهى من قلبي. الله يخليكي. تسلمي تسلمي. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم.